مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين. يوم كان طيب ورمضان كان أطيب. اليوم عندنا في أكلات ماجدة وصفتين. عندنا اليوم كباب الحاتي، هو يعني شوية غريب، يعني لأنه فيه نوعين لحم، في مفروم الضان ومفروم البقر، وفي عندنا الحلو اللي هو حجيبات البندق بالنوتيلا. بالنسبة للكباب أنا جهزت طبق مسبق، بس هنعطيكم الوصفة سريعة وسهلة والمقادير حيطلعنا على الشاشة. فيها أنا عندي لحم مفروم اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الضاني والبقر، وفرمت لها بصلة واحدة. المقدار متاعي يسد تقريبا شخصين أو ثلاثة. درت لها بصلة كبيرة وحطيت فيها ثوم ومعدنوس فرمت لها وبهارات. بالنسبة للبصل فرمته في ست البيت وخذيت المية متاعها طلعتها برا وخذيتها هو وحطيتها جوا، لأن المية أنا محتاجتها بعدين علشان لما نحطها هكي في السيخ بتاعها تعطيه نكهة حلوة. أنا ما عنديش أسياخ، أي حد ما عندهش أسياخ يستخدم عادي، يا أما الأسياخ اللوح يا أما هذه سهلة وسريعة اللي نحن نشتغل بها في المطبخ، نحطوها ونديروا بها كباب الحاتي باش تدير لي الفتحة هذه اللي في الوسط اللي هي موجودة في الكبابجية اللي في مصر. حنحط أنا هنا الزيت، خليه يسخن شوية، زيتها مش واجد. تبوا تديروها في الفرن تجي في الفرن، لكن أنا اليوم نبي نقليها. خننقص شوية. زي ما قلت لكم أنا مجهزة طبق مسبق، وصفة سريعة وسهلة ما تحتاجش يعني وقت طويل. لحم مفروم اللي ما يبيش يدير الوصفة بالطريقة هذه يديرها بس بنوع واحد، ولكن هي أصلا الوصفة الحقيقية كباب الحاتي تندار بالنوعين، يعني نوعين اللحم. في اللي يحب يخلط، بس هي هيك يعني الوصفة. وشوفوا القوام بتاع اللحم، هذه تقريبا ندير لي اثنين كبار أحسن. طبعا أنا ما حطيتلاش ولا حاجة، بس لحم. البصل لما حوضنا المية بتاعته هو اللي خلى القوام بالطريقة هذه، يعني مش ناعم واجد بحيث أن أنا ما يمسكش مني. في وجدين يعانوا منها قصة أن المفروم ما يمسكش في الأسياخ، السبب أن المية بتاعت البصل هي اللي ما تخليش المفروم يمسك. لو مثلا حد دارها وحسيتوا أن المفروم مش ماسك تقدروا عادي تضيفوا خبزة مدقوقة. هذا طبعا يتقدم مع خبزة شامية ولا مع رز، طبق خفيف يعني ما هوش مثلا رئيسي، جانبي، خلينا نقول انه هو جانبي. ناخذ شوية من مية البصل نحطها هكي. مية البصل تعطيه نكهة حلوة. بالنسبة للبهارات متاعه فلفل أكحل وحرارات وملح، تواكب كبيرة، فلفل أكحل وبهارات متاعه، فلفل أكحل وملح وفلفل حمر شوية مش واجد، زنجبيل، وفي عندي عود اللحم، يعني مش كل العرب يعرفوه بصراحة. عود اللحم حلو مع المفروم، لكن انتو تقدروا تديروا عادي، اللي ما عندهش يدير سبع بهارات أو يكتفي بس بالفلفل الأكحل والزنجبيل والملح، ما تبوش تديروا أي حاجة أخرى باش يطلع فعلا زي الكباب اللي في المطاعم يعني. وأنا بالعاني خليتها هيك غليظة، تقدروا ترققوها تخلوها أطول، تحطوها في أسياخ، تديروها من غير أسياخ، لكن هي الفكرة في أن الفتحة اللي في الوسط هذه كأنها فعلا كباب اللي في المحلات. شفتوها؟ هنخليها توا هنا تقلي، ما ياخدش وقت راهو هو، وحنوريكم كيف حنديروا الحجيبات. هنا عندي كوب ونص بندق مطحون ناعم باهي، وفي عندي بيضة عشان التماسك الخلطة اللي هي نبي نحطها داخل الحجيبات، وشوية سكر ناعم مش واجد، وعندي النوتيلا، وشوية دقيق، هذا أنا درت له مية باش نسكر به الحجيبات. في عندي هنا شوكولاتة سايحة علشان نغلف بها. هذه على فكرة تقدروا تديروها حتى الحلو متاع العيد. خلوني نحرك شوية بس هذه، نحاول اني انا كل شويه نحرك اول ما يمسك من اللوطه باش يعني ما ينصهدليش من مكان واحد باش يطيب كله. زي ما قلت لكم هو ما ياخذش وقت في الطياب. انا هنا عندي البندق
في عندي شويه 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 سكر ناعم مش واجد، لان هنا طبعا انتم شايفين النوتيلا او اي نوع شوكولاته. نحن تعودنا الشوكولاته السايحه نقول لها نوتيلا، لكن هي في مسميات واجد، مش دعايه لشركه النوتيلا هذه ابدا، مع اني انا من عشاقها، بس فعلا احنا نقدر نستخدم اي نوع شوكولاته. نقدر ناخذ شوكولاته نسيحوها وباش ما تيبسش نحطوا لها قشطه ونحركوها عادي، مش مشكله، نقدر نديروا اي حاجه. تمام، هناخذ بشويه الدحيه مش واجد، هي طبعا لانها حطيب في الفرن فعادي يعني الدحيه ما تخافوش منها. هذه طبعا حلوه في شهر رمضان في الليل، يجونا الضيوف. عادة شهر رمضان الحلو فيه ان الناس كلها تجتمع في رمضان بعكس الايام الثانيه. نذكر نحن زمان كنا كل اسبوع نديروا في اخرى، مش كل اسبوع، في الاسبوع ما شاء الله عائلتنا كبيره، ففي الاسبوع مرتين ثلاثه نديروا لما في حوش حد، الخالات العمات بنات الخال، بالذات بنات الخال ما شاء الله، يعني بنات العم ديما هن اللي ديرت الجو، فنجتمعوا مع بعضنا هيك ونديروا سهره، وكل وحده تجيب حاجه، يعني اللي يجيب بيتزا، اللي يجيب زمان المعشعش كان وين طالع ترند، القطايف، الزلابيا، السفنز، حتى هو يجيب بواتي، البسبوسه، كل وحده تجيب حاجه، اللي يجيب مالح واللي يجيب حلو. فهذه كانت يعني كانت من الحاجات الحلوه نتذكر في رمضان والى الان، بس يعني بعد الظروف اللي مرن بها البلدان العربيه اصبح صعب شويه هيك، هي يدوبك الواحد يفطر وينهي أشغاله إذا كان مدارس، خشن علينا توا المدارس، لكن معلش يعني نحاول أن احنا نسترجعوهن شوية الأيام الحلوات. توا أنا حنحرك الكباب متاعي، نعلي عليها باش تتحمر بسرعة. نطلع فاصل أعزائي المشاهدين وجي نوريكم كيف نكوروها ونحطوها في العجينة. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وقاعدين نديروا في الحجيبات متاعت البندق، نديروها كره صغيره وبعدين نسكروها بالطريقه هذه. طبعا التسكيره نشوفوا بس نحن كي تمام، ناخذوا هنا الدقيق اللي قلت لكم عليه، حاجه بسيطه يعني مش واجد. الفرشه ما قبل كنت نبي نديرها بالفرشه، لكن الفرشه كبيره غير تضايقني كي تمام. هي بعدين بروحها حتنتفخ، سهلة وسريعة. هنوطي على قصيتها أنا بالطريقة هذه، وتاخذوا أنتوا النوتيلا مع البندق أو الشوكولاتة مع البندق على حسب أنتوا شنو الحجم اللي أنتوا تبوه. أنا نبي ندير الحجم هذا بالطريقة هذه، وبعدين هتسيح يعني بروحها. نجربوها هكي هكي تمام، بعدين نقصوا الزايد، سهلة حتى هي وخفيفة. وجيب القلاش، هي الوصفة حتنزل لكم بالقلاش، لكن أنا لأن ما لقيتش يعني قلاش فاستخدمت الملصوقة، في متوفرة الملصوقة هي يعني مش صعبة، بس هي عيبها بس الملصوقة تيبس بسرعة يعني مش زي القلاش، يعني ممكن نقدره
بعد نغطوه، لكن هي فيها فيها اليبسه. الحجم اللي انتم تحبوه روجي اصغر حتى من هيك يا. هذه لانها عريضه شويه حنكبرها هيك. بعدين طبعا نلبسها بالشوكولاته. لو زادت مثلا طرف شويه هيك من هنا ولا من هنا عادي نقدر نهذبوها نكسوها. فيش مشكله. حلوه الملصوقه حتى في البوريك بصراحه. ما نبيش نفتح الكام عليه باش ما يديرش البخار. ايوه هكي تمام. خفيفه وسريعه وحلوه صح دسمه. هنا طبعا مليانه نوتيلا شوكولاتات، يعني انواع شوكولاتات، بس عادي حلوه. هذه محتاجه شويه من هنا ندير معاكم 8 طروف كويسات. هذه اربعه مازال اربعه ونحطها في الفرن. ما تحيرش راهي تاخذ بس تحميره بسيطه. هذه الورقة الأولى. الورقة ممكن تدير لي هجة أربعة هيك خمسة على حسب يعني. هي هذه حلوة في البوريك. خلنا ناخذ شوية من هنا هيك باش ما تطلعليش معوجة. وهذه وحدة وهذه اثنين. تقدروا تديروها حتى قبل المغرب بشوية وقت الفطور. هذين اثنين وهذه ثلاثة. حوّد شوية من هنا تقد أربعة. يعني قبل المغرب بشوية تجي سمحة بكل. تقدروا تحشوها حتى راهو تمر. تجيب التمر. تمر وتلبسوها شوكولاتة. أو تخلوها كي زي ما أنتوا تحبوا. تبوها الحلويات العيد لبسوها. راو تنقلها حتى قلي، بس اعتقد تسيح بعدين الشوكولاته اكثر من اللي في الفرن اعتقد. القلي عشان حراره مباشره مش زي الفرن. كم عندي؟ أربعة ناقصة واحدة. شفتوها كيف سريعة؟ ما تحيرش هذين من الوصفات اللي توا دايرت ترند. وصفات السريعة توا اليوتيوب هذا كله فيه وصفات سريعة. محتاجين بصراحة نحن. نقص هذه وخلاص لانه مش هتصفط لي. شفتوها كيف ما حيرتش؟ حنحطها في فرن 180 من فوق من لوطه فراره وشويه هيك ونطلعها لك. نحكي شويه على على الترند متاع الحلويات. في على التيك توك توا ما شاء الله في شيفات واجد توا، مش حتى شيفات، حتى ربات بيوت عادي وشباب متعلمين الطبخ ما شاء الله. يعني يديروا في حاجات سريعة وحاجات بسيطة مكونات. أنا لما نشوف نقد أقول والله هذه قاعدة عندي كلها في الحوش. فحتى الأطفال الصغيرين، يعني أنا ولدي الصغير تعلم يدير في مكرونة ويدير في الحاجات هذين السريعات بتاع الشوكولاتات.
كيكة المق اللي هي هذه في الميكروويف حلوا لنا مشكلة بصراحة. مش الأم ما تقعدش مضغوطة وتقدية اللي تدير في الأكل كله، تو يقدروا يديروا كل حاجة العيال، الأمور هيك أحسن بصراحة. علي أنا لميت الحوسة اللي ثلاية، نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع ونشوفوا كيف يصير في طبخاتنا، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، والكباب الحاتي واتي واني قاعده ندير في الشوكولاته للحجيبات، شفتوهم بعد ما طلعن من الفرن، بس هذه حدها ما تاخذش يعني وقت طويل. نديروا لها شوكولاته، حطوها شويه هيك على الورقه ولا على مشبك كيف ما انتم تحبوا. شفتوها كيف سهله وسريعه وخفيفه، يعني بجد بجد من الوصفات اللي ما تحيرش، ما تمسكش حتى الايد، يعني حتى كما نديروا منها مقدار كبير ما تخافوش ان هي تضايق. جربوا ديروها بالقلاش، ديروها، حسيتها بهذه خفيفه انا شويه. طبقه واحده يعني، ممكن القلاش ندير طبقتين ثلاثه، لكن هذه مريحه لانها طبقه واحده، حسيت هذه اسرع انا، احسن من القلاش. وحرفيا راي هي ما خذتش وقت، يعني عادة في الاستديوهات في التصوير نقطع ونرد ونحط ونقعد ونستنى، هذه بجديات يعني ما خذتش وقت نهائي، هي بس الحاجة الوحيدة نخلوها شوية في الثلاجة باش تمسك، أو نخلوها برا، نحن توا طبعا شتاء فعادي يعني نخلوها برا، تحطوها في الثلاجة حطوها وتنحفظ في حفاظة، مثل لها شيء تقعد يعني لو مثلا جايين ضيوف ولا نبي نديروها للعيد تنحفظ في الحفاظه، ما تخافوش منها مثلا ترطي. توا انا حناخذ نحطها بشواش بشواش في طبق التقديم متاعي، تحبوا تحطوا لها مثلا البليسيه، حطوا لها، تحبوا تخلوها هيك زي ما هي تقدم زي ما هي هيك، لان بعدين حتمسك هي. مش عادية بصراحة، منظرها حلو يساهف. هذه حنقلبها لأن فيها البندق طالع هيك يدير لها منظر، حطها هنا. حنزينها لكم بالبندق آخر حاجة، نحط على الصينية من هنا بندق هيك، يعني دليل على ان هي محشيه بالبندق. هذا اكبر دليل. انتوا كيف ما تحبوا يعني تزينوها كيف ما يعجبكم. وهذين كان الاطباق لليوم اعزائي المشاهدين، كباب الحاتي سريع وسهل حتى هو، مش يعني حياخذ وقت طويل منكم، والحجيبات متاعت البندق بالنوتيلا، يا ريت تجربوهن وتقولوا لي شو رايكم. حلقتي اليوم كملت، صحة فطوركم، انطلاقوا الحلقة الجاية، ومن هنا لعنا نشوفكم المرة الجاية، كونوا بخير.